توقع برج الحوت ليوم السبت الموافق 29 يوليو 29 تموز 2023. هتتعزز قدراتك وهتنفتح على بعض الآفاق وهترفض انك تتقوقع في محيطك العملي. هيبتسم ليك الحظ النهارده وهيخليك متزن وقادر علشان تبلور امور كتير وتتأقلم مع اوضاع عاطفية جديدة. هتقاوم حتى اخر نفس عندك، كل ده هيسبب ليك سمنة وهتنطلق في مشروعات رياضية جديدة. بالنسبة ليك عاطفيا، المواجهة بالحقيقة صعبة بالنسبة ليك، لكن في النهاية هتبتدي تحقق طبيعة العلاقة مع شريكك وتضع النقاط على الحروف فيها. بالنسبة ليك مهنيا، الفوضى والمزاجية واللامبالاة هتبقى بتزعج زملائك منك في الشغل وهتخليهم يحقدوا عليك وممكن حتى يزعجوك في بعض الأحيان. بالنسبة لك صحيا، هتتناول كوب من الزهورات او اليانسون في المساء، هيبقى مفيد جدا لمعدتك وهيساعدك علشان تنام وانت مرتاح. هيقضي القمر معظم يومه في برج القوس، ده هيشجعنا علشان نتبع نهج متحمس اكتر. هنبقى مهتمين بشكل خاص بكل اللي بيبقى صحيح مع القمر بتاعنا، هنضع انظارنا عالية جدا على العبور ده، حتى لو كانت مرتفعة هتبقى عندنا ساحة القمر في المساء لغاية ما تنفجر بشكل كبير. التفاؤل في سماتنا الايجابية للمواقف دي، عندنا اهمال، عندنا رؤية لتفاصيل اساسية للخطة ودي نقطة ضعف محتملة. مع ظهور النهاردة برج الجدي في المساء هيبتدي نتصاعد ادراكنا للحدود والقواعد المعقولة اللي هتبقى بتقلل من القلق والفوضى اللي عندنا. هنتولى كتير من الاهتمامات لأهدافنا لمسؤولياتنا اللي بتعتبر مداها طويل. هنتطوق لنتائج أحسن وهنفضل أننا نشوف الحقيقة زي ما هي في الفترة دي ونستنى لغاية ما يدخل القمر برج الجدي قبل ما تتغير علامته. هنشوف ترين مع كوكب الزهرة في المساء.